أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من سلوكيات. موضوعنا اليوم هو القدرات العقلية. كل منا يولد ولديه طاقة محددة بقدرته وذكائه، وهو إما أن يستغلها ويستعملها كاملة أو لا. وبالتالي فإن وصول الشخص إلى استعمال كامل قدرته العقلية يفترض أنها تكون الهدف. أما أن يكون الهدف رفع هذه القدرة وجعل الإنسان متوسط الذكاء عبقري، فهذا غير وارد وغير ممكن. وبالرغم أن الكثير من الآباء والأمهات يرغبوا أن يكون كل أبنائهم متميزين وموهوبين ولا عباقرة، لكن هذا غير متاح، لأن الذكاء يوزع حسب توزيع طبيعي، غالبية الناس في الوسط وحول الوسط، وقلة متطرفين إلى الذكاء الضعيف، وقلة إلى الذكاء القوي العالي. وهذا الذكاء يظهر ليس فقط في الدراسة الأكاديمية، يظهر في كثير من مناحي الحياة، في القدرة على التكيف، في التعامل مع الناس، في الابتكار، في التفكير الخلاق. ولابد أن يعطى الطفل هذه المجالات حتى يظهر هذا الابتكار. لا تكفي الدراسة المنهجية التقليدية لوحدها لإظهار كل مقدرات الطفل، خصوصا إذا كان طفلا موهوبا وذا قدرة عالية. يتكرر طلب الناس لعلاج لرفع ذكاء طفل لديه إعاقة عقلية بسيطة، ويبحث كثيرا عن هذا الدواء السحري الذي يرفع الذكاء، ونحن نؤكد لهم أنه ليس هناك دواء يرفع الذكاء، إنما كثير من الأحوال نجد أن الطفل ذو ذكاء محدود، وأهله يصر على بقائه في المدرسة وعلى المناهج المدرسية، فيذهب إلى المدرسة لا يستفيد شيء لأنه لا يستطيع أن يستوعب ما يقال، وبالتالي فهو لا يستخدم أي من قدراته العقلية، وقد يظهر ويبدو أكثر تخلفا مما هو حقيقة. ولذلك إذا تم إعطاه الفرصة بإخراجه من المناهج التقليدية وإعطاء الأشياء الأساسية فقط، وإتاحة الفرصة له أن يتعلم مهارات الحياة، المهارات الاجتماعية، الكثير من السلوكيات التي هو يحتاجها في المستقبل للتعامل مع الناس وحماية نفسه من الأخطار، فهذا أكثر فائدة. مع ذلك يصر الناس على إبقاء الطفل في المدرسة لأنه يجب أن يكون مثل أقرانه، وقد يحتج كثيرا عندما نطلب منهم إلحاقه بأحد مراكز التربية الخاصة التي تعنى بالمعاقين. أما أولئك الذين وهبهم الله قدراتها عالية تفوق غالبية الناس، لأن معدل ذكائهم يتجاوز 140، فهؤلاء لابد أن أيضا أن يعطوا الفرصة لاستغلال هذه القدرة من خلال نشاطات لا منهجية، ومن خلال نشاطات لا علاقة لها بالمدرسة، ومن خلال القراءة والتميز والإبداع في الأشياء التي يرغبها هذا الطفل أو المراهق. وكثيرا أيضا ما يتأثر هؤلاء الأذكياء بسبب إصرار الأسرة والمدرسة على منهاج المدرسة فقط، في حين أنه أنا منهاج المدرسة بالنسبة لهذا المتميز
ينتهي في ربع الوقت المخصص ويبقى وقته فارغ، وإذا شاهدوه يقرأ لكتب أخرى فيوبخوه، وهذا الحقيقة خطأ. هو يستطيع إنهاء المنهاج والتفوق به بهذه المدة القصيرة، إذن دعه يستعمل بقية الوقت. أما الغالبية العظمى من الناس وهي في الحدود المتوسطة، وهي 100 وما فوقها وما قد بعدها، يعني نقول من بين 85 إلى 115 في معامل الذكاء، هذه نسبة الكبرى من الناس. هناك نسبة أقل من 115 إلى 130، ونسبة أقل من 85 إلى 70، ودون 70 هي إعاقات عقلية، وفوق 125 يصبح ذكاء وتفوق وتميز، ثم يصل الموهبة والعبقرية. لا شك بأن كل منا قد يرى ابنه وبنته هو الأذكى، ويصر الكثير من الأهل: أنا ابنه ذكي لو أنه يدرس، ابنه ذكي لو أنه يركز، ابنه ذكي. لا أعتقد أن هذا مفيد للطفل، والأحسن دائما التعامل معه على أساس ذكائه الفعلي هو الذي يؤدي إلى أفضل النتائج. وقد يكون ذكائه الفعلي موجه نحو غير الدراسة الأكاديمية، نحو الأمور العملية فيبدع بها. لابد للأسرة أن تنتبه لهذا البعد، وإذا وجدت فيه صعوبة أن تستشير أهل الاختصاص. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.